تحية لكل السادة المتابعين والمشاهدين، أمطار الخير والرحمة والبركة تتهطل على بلادنا ولله الحمد. هذه الليلة وبداية هذا الصباح وإلى حدود اللحظة، السوق الأسبوعي أكبر سوق بإقليم وزان خاوي اليوم، حركة قليلة وقليلة بزاف نظرا يعني كيف ما قلت لكم التساقطات المطرية اللي عرفتها المنطقة هذه الليلة، وكذلك لحدود اللحظة أمطار قوية بين الفينة والأخرى تتهطل على بلادنا ولله الحمد. تنحاولوا متابعينا ومشاهدينا أن نقول لكم الأجواء من السوق الأسبوعي مباشرة. كان يستحيل أنك تدخل بالسيارة ديالك لهنايا نهار السوق في الأيام العادية، لكن يعني اليوم السوق خاوي، ما كاينش فيه الناس، لا الناس ولا البيع والشراية، يعني الجو مكرفس، الشتاء الغيس. انتم هذا تشوفوا الصور، الاسواق في الباديه ما فيهاش ديك ابسط شروط وسائل النظافه او السلامه الصحيه، فهي غير متوفره نهائيا. فخاص المسؤولين خاصه المنتخبين منهم انهم يفكروا في هاد الاسواق الاسبوعيه، ما تبقاش على هاد الشكل هذا. فهاد الشكل اللي عنده واحد الطابع ديال العشوائيه لا يليق بالساكنه وبكل الرواد ديال الاسواق الاسبوعيه. فملي تنشوفوا السوق الحاله ديالو، الناس يعني ما لاقينش منين يدوزوا، الناس الا ما عندكش البوط ما يمكنلكش تدخل للسوق، تلقى معاناة وصعوبات كبيرة باش تدخل للسوق أو تخرج. هانتوما تشوفوا الصور تتكلم وتتحدث عن نفسها من أي تعليق. هذه الحالة مباشرة من عند الريج، أكبر سوق بالإقليم، مع العلم هذه الأسواق الأسبوعية لها مداخل كبيرة، فكان بالإمكان أنها تخسر عليها يدك المداخل ديالها وتكون الأمور مزيانة. إلى أين تذهب تلك الميزانيات؟ الله أعلم. ما عرفنا شنو هي الاسباب اللي خلات هاد الاسواق الاسبوعيه في هاد الحاله الكارثيه اللي تشوفها. كذلك حتى بعض السلع وخاصه الحويجات ديال الاكل، فتلقاهم يعني عرضه للاوساخ والميكروبات. متى تشوف هاد السوق والحاله ديالو كي دايره، مثلا اللحام او السردين او تلقى عشوائيه، تلقى واحد يبيع الدواء ديال الفار مع القريب عليه عاود بعض المواد اللي هي قابله للاستهلاك، وبالتالي ما كانش واحد التنظيم، ما كانش النظافه، ما كانش مجموعه من الامور. فخص العقليه تبدل، خص المسؤولين ينزلوا وخاصه المنتخبين والبرلمانيين ورؤساء الجماعات ينزلوا عند الشعب الواقع، يشوفوا المشاكل ديال اللي تعاني منها الساكنه والمواطنين بصفه عامه. فهاد الحاله هذه لا تشرف يعني المنطقه، نكونوا صراحة مع بعضنا. فإلى عاشوا جدودنا ووالدينا في هذه الظروف هذه، فيجب علينا احنا ما نعيشوش هكا. خاص على الاقل يكون يعني علاش ما يكونش شوارع بالبيطون، والبلايص ديال التجار يكونوا مقادين مصغبين، يكونوا فيهم شوية ديال النظافه وديال السلامه الصحيه، باش تكون الظروف مهيئه لا للتجار ولا للمتسوقين. فاخر الله يكون في العون، راه تيجي بالفلوس ديالو تيخسر فلوسه وتتكرفص باش يتقضى واحد البركه لوليداتو. فالله يجازيكم بخير، فخاصكم تفكروا بشكل جدي وبشكل عملي في الاسواق الاسبوعيه. فالعالم القروي وهذا، احنا ماشي ضد هذه الاسواق الشعبيه وهذه التقاليد وهذه الاعراف وما الى ذلك، ولكن لا شويه على الاقل شويه ديال النظافه. فما يمكنش يعني تجي تدخل خاصك بوط، واللي ما عندوش البوط ما يتسوقش. هانتوما تشوفوا يعني هذه وحده اللي واقفين حداها، بركه مائيه كي دايره قداش هي الشكل ديالها، الناس تنقزوا كان خصك في كل فصل المطر تكون تتقن القفز على الحواجز باش الا بغيتي تسوق في الاسواق. انت تشوف النساء مساكن كيفاش تتكرفصوا وكلهم دايرين الباط، اغلبهم ما نقولش كلهم وانما الاغلب ديالهم دايرين الباط، تكرفيصه صراحه صراحه هذه تكرفيصه، ما يديرش حتى ولد ديال الخير. حاله كارثيه تتشوفوا متابعينا مشاهدينا الاوفياء من عين الدرج مباشره، هذا اكبر سوق في اقليم وزان.
يعني سوق عنده مداخل محترمة، مداخل مهمة اللي تدخل هذا السوق هذا سنويا، لكن يعني طالعه التهميش والإهمال والحالة كارثية كما تتبين الصور. نزلوا نديروا معكم متابعينا ومشاهدينا شي دورة بالمباشر، رغم أن الدنيا كارثة صراحة، لا بلاصة الخضر ولا جميع المرافق ديال السوق فتلقاها على هذا الشكل. نتمنى يكون متابعينا مشاهدينا الصوت واضح، تسمعونا مزيان بعدا. ف احنا ماشي، اللهم لك الحمد على هاد الخيرات الشتاء، فرحانين بها، الساكنه كامله فرحانه بهاد الشتاء وعاجبها الشتاء، ولكن احنا ضد هاد التهميش وضد هاد الاسواق بهاد الطريقه العشوائيه. شنو هو هاد الاسواق؟ تلقى بقعه ارضيه محيط بها واحد السور كبير داير اللباب، تدخل تخلص صافي، هذا هو السوق. تدخل اي سلعه دخلتها انا هنا للبيع راه تتخلص عليها، دجاجه هذيك الحمار اللي تيجي راكب عليه هذاك المواطن او ديك المواطنه باش يتقضى او ديك البغال، حتى هو تيخلص له البارك، تيجي عنده مول جيلي صفار هذاك الحمار اللي تيجي راكب عليه باش دي ما ياكل وليداتو، حتى هو يطاله مول جيلي صفار، يجي عنده خصو يخلص درهم، درهم ما مش درهم. الشارع هذا نورمالمون تيكون فيه المواد الاستهلاكية، المواد الغذائية كاملة. هنايا منتوجات محلية ديال البلاد، الحليب واللبن تيجيبوه النساء من المناطق المغاربة. الله يحفظك سي عبد الرحمن، بارك الله. هنا كاين الجزيرة اللحم، داخلنا عليكم بالله، واش هذه البلاصة تباع فيها اللحم وتكال هذا اللحم؟ شوفوا شوفوا شوفوا، هذا هذا بلاصة اللحم، هنا الجزيرة، شوف شوف الغابة كي دايرة، شوف هنا عاود بلاصة الحوت. الله يعزك، بارك الله فيك. شوف فين تتبع اللحام، شوف يعني الشتاء تتبين الواقع المر ديال الأسواق الأسبوعية. هاوي اليوم ولكن كارفس، رغم أن سبحان الله العظيم هذا هو الدجاج الابيض، عنده اقبال كبير وكيان كبير ما شاء الله تبارك الله. تشوف الناس كيف تتجمعوا عنده. السلام عليكم، انا السوق ما دار والو اليوم، ما كنت نشوف متابعينا مشاهدينا لو فيها السوق ما عمرش. نتمنى مشاهدي متابعي قناة شوف تيفي يكون الصوت واضح متابعينا مشاهدينا الأوفياء. هذه الرحبة ديال الغنم هنا، هنا تكون بلاصة الغنم والبقر، ولكن ما كاين حتى واحد. السوق اليوم ما جاش، يعني حتى السوق خاوي، يعني شكون عايش السوق؟ هي بيت الأمطار الحمد لله، الشتاء ديال بصح
فينا يجيب السلعه ديالو بنادم يتكرفص. انتم ما تشوفوا السوق خاوي ما كاينش تكرفيص. الدنيا مكرفصه مغيسه الماء فين ما مشيت. الدنيا مكارفصة السوق خاوي مرة. وهاد الشجرة هادي اللي وصلني منها من الناس دائما البيعة والشراية تيكونوا خايفين من هاد الشجرة هادي. انتم شتو تبارك الله قداش تيخافوا اش ما طيح عليهم. تيقول لك دائما احنا مهددين للخطر في ما ينفق الريح شي شوية. تيقول لك اودي احنا مهددين للخطر. يقدر يطيح شي فرع واحد من الفروع ديالها. تشوف تبارك الله الشكل ديالها قداش الناس تيخافوا على السلامه ديالهم والناس اللي تيشريو من عندهم. يعني تيكونوا تحت منها القياطن ديال البيع والشراية وابناء المنطقه ورواد ديال هذا السوق راه تعرفوها. اخوان تكتبوا لنا التعاليق هنايا حاولوا نقراو التعاليق ديالهم. مشات الجماعه والجماعه كباقي المجالس يعني السياسات العالم القروي والمناطق الجبلية. راه هذه هي السياسة في المناطق الجبلية. ما كاينش المسؤولين يعني تيبانوا فقط في فترة الانتخابات والحملات الانتخابية والوعد الرنانة والشعارات المزيفة. فمن الانتخابات تيغبروا ديك الناس ما تبقاش تشوفهم ما تبقاش تسمع عليهم نهائيا. حتى الانتخابات المقبلة عاودي تتم نفس العملية عاود يدور عند الناس ويطلبوهم وينتخبوا عليهم وهكذا تمر على الأيام والسنين والأعوام. لا جديد يذكر في المنطقة فتبقى الحال كما هو عليه. أتمنى على الله اليوم نعم السي حسن اليوم الكاشة كيف ما قلتي صح. يعني السوق فملي تثبت الأمطار كثيرة تبارك الله ما شاء الله. يعني كان البارح في الليل أمطار كثيرة كيف ما تتشوفوا انت. يعني السوق صبح عن برك مائية. السوق ديال عين درج ماشي على هذا الشكل هذا. هو من اكبر الاسواق في اقليم وزان. خيرات ديال المواد اللي تكون معروضة هنا للبيع في هذا السوق هذايا. ولكن الشتاء عرات ضعف البنية التحتية ديالو او غير موجودة في الاصل. هذه البنية التحتية ما كايناش. هذه هي الأجواء مشاهدينا متابعينا. حتى المسؤولين أخي السلع روسي يعني المسؤولين قليلين التواصل. ما تبغوش يهضروا ما تبغوش يخرجوا تتهربوا من الإعلام. ما يعطيوكش كيف تنقولوا راس الخيط دائما. يعني الوعود الكاذبه والوعود المزيفه لا اقل ولا اكثر. فملي تنشوفوا هاد الظروف هذه وهذه راه كارثه. وماشي غير هنا باش للامانه والتوضيح. يعني ماشي غير السوق عين درج بل كل اسواق بالمنطقه والمناطق المجاوره فهي على هذا الشكل هذا واكثر. مزبله تلقاها بعد هذه ضروري تلقى مزبله بجانب السوق. كذلك يعني جميع المرافق في السوق الداخل فهي في حالة كارثية. السلامة الصحية شبه منعدمة نهائيا ما كاينش كاع. يعني اللحوم تتبع في الأوساخ. الحوت كذلك مع العلم أنها سلع يعني قابلة للاستهلاك فخاصة تكون في ظروف صحية أكثر وتكون في ظروف اللي تدلق بالكرامة ديال الإنسان وديال المواطن الجبلي والقروي بصفة عامة. فكفى من التهميش كفى من الإقصاء
كفى من احتقار العالم القروي، فالبسطاء تاهما من حقهم أسواق نموذجية، من حقهم أسواق نقية، من حقهم ظروف العيش الكريم بالمناطق الجبلية وفي كل المناطق القروية. فما تستهنوش بالمواطن القروي وتصنفوه يعني من ديك المواطن اللي هو درجة ثانية أو ثالثة. فنحن يعني جميع المواطنين سواسية، لنا حقوق ولنا كذلك واجبات. فعلى المنتخبين التحرك عاجلا، وخاصة في الأسواق الأسبوعية. هذه الأسواق لا تشرف المنطقة ولا المناطق المجاورة، في كل من إقليم تونس، إقليم سيدي قاسم، وكذلك إقليم وزان. هذه هي الأجواء داخل السوق الأسبوعي مع هذه الأمطار الخير والرحمة اللي رفعتها بلادنا ولله الحمد. شكرا لكم متابعينا ومشاهدينا، نتمنى انتم تشاركوا معنا في هذا البث المباشر، تبارطاجيوه وتوصلوا هذه الرسالة للمسؤولين، كعلى الله يفيقوا من السبات ديالهم ويخدموا السكينة ويخدموا الجماعات المحلية ديالهم ويقدموا شي حاجة اللي تبقى يسجلها التاريخ عليهم إن شاء الله. تحية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.